الاستسلام للمشاعر السلبية حتما سيقضي علينا. لا بد أن التوقف عن التمني سيشعرنا بتوقف الحياة. من لا يتمنى يقترب من الموت، فقد تبدو الأماني مرادفة للحياة. الأحلام والأمنيات قد تمنحنا شيئا من المشاعر والترقب، وذلك ما يقودنا مجددا للتمني وممارسة الأحلام. الأماني محرك قوي خفي لحياتنا. يقال إن النجاح يعتمد على أحلام اليقظة. إننا بحاجة إلى مزيد من الأماني. إذا لم تتحقق الأمنيات، فربما يكون ذلك لأن الله أراد لنا الخير في أمر آخر. فالقدر يحقق لكل منا أمنياته، لكن كل بطريقته. إن الحالمين أقوياء يقتاتون من الأمنيات والأحلام. إنهم قادرون على السير في طريق تحقيق الأماني، ويعملون بجهد لتحقيقها. وربما تكون أول خطوة لتحقيق الأمنية هي أن يتم تحويلها لتصبح هدفا. الإصرار والسعي بجهد وجد من أهم العناصر التي تساعد على تحقيق الأماني.